مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في حلقه جديده من ملفات. بيحظى ملف الثروه السمكيه وتطوير البحيرات باهتمام كبير من القياده السياسيه، حيث تم وضع رؤيه استراتيجيه للثروه السمكيه وتطوير البحيرات اللي بتتميز بتنوعها وثرائها لتحقيق اكبر استفاده ممكنه من امكانيات مصر في هذا الشان. وزارة الزراعة وفي تقرير رسمي ليها كشفت أن إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك بلغ حوالي 2 مليون طن بنسبة اكتفاء ذاتي بتصل إلى 85% تقريبا، فضلا على أن الدولة المصرية بتحتل المركز الأول إفريقيا والسادس عالميا في الاستزراع السمكي، وبتحتل أيضا المركز الثالث في إنتاج البلطي. وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائد للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الإنتاج بكامل طاقتها، ده من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك وفائض للتصدير، خاصة بعد إطلاق مشروعات الثروة السمكية العملاقة. حول ملف الثروة السمكية وتطورات البحيرات في مصر بتدور حوارنا في ملفات النهاردة مع ضيفنا الأستاذ الدكتور محمد بكير، أستاذ الاستزراع السمكي بمركز البحوث الزراعية. نرحب بحضرتك. أهلا وسهلا. هستأذن حضرتك نتابع هذا التقرير ومن بعده نبدأ الحوار. في إطار خطة التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، أولت الدولة اهتماما كبيرا بتنمية الثروة السمكية من خلال إحياء البحيرات والتوسع في إنشاء المزارع السمكية الحديثة والمصانع اللازمة لتعزيز إنتاجيتها، حيث بلغ إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك حوالي 2 مليون طن بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 85%، فضلا عن أن مصر تحتل المركز الأول إفريقيا والسادس عالميا في الاستزراع السمكي، وتحتل أيضا المركز الثالث في إنتاج البلطي. ومن أجل تعظيم إنتاجية مصر من الثروة السمكية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتعزيز تلك المنظومة، مشددا على أهمية حسن الإدارة والاستعانة بالخبرات المتخصصة بما يساعد على تحقيق الاستفادة القصوى المخططة للإنتاج كما ونوعا، وذلك من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك وتحقيق فائض للتصدير، خاصة بعد إطلاق مشروعات الثروة السمكية العملاقة في غليون والفيروز وقناة السويس والديبة، تلك المشروعات التي ساهمت في زيادة الإنتاج السنوي لمصر من الأسماك. ومن المتوقع أن تزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وفائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الإنتاج بكامل طاقتها. ويعد قطاع الثروة السمكية في مصر أحد القطاعات الواعدة التي ستعزز التنمية الاقتصادية كأحد مصادر الدخل القومي وأيضا كمصدر من مصادر الأمن الغذائي. مرحب بكم من جديد، وبضيفي في الاستوديو الأستاذ الدكتور محمد نجيب بكير، أستاذ الاستزراع السمكي بمركز البحوث الزراعية. يعني بداية كده يا دكتور، إيه الموقف الراهن للثروة السمكية في مصر؟ أين نحن؟ الموقف الراهن للثروة السمكية في مصر الحقيقة مبشر جدا. إحنا عندنا في مصر هنا في العالم الأول، العالم عشان برضو نخش من مدخل العالم وبعدين على مصر إن شاء الله. العالم ب 2.8 مليون و 600 ألف طن، ده العالم، ومعظمهم أو بيشارك معظم أو الكمية الأكبر المصايد، المزارع يا ربي. نعم. المزارع بتحاول 122 و 600 ألف مليون طن من المزارع، عشان كده أهمية المزارع أكتر في كل البلاد. نعم. الموجودة، وحوالي 86 مليون من المصايد. النسبة قد ايه عشان نبسطها؟ 46 60 مزارع و40 مصايد، ده من العالم. من العالم 70%، او الصين بتشارك ب 70% من انتاج العالم المصادر المختلفه. نعم. الصين. نعم. بعديها على طول بتيجي اندونيسيا حوالي 15 مليون من المصادر المختلفه، وبيشارك المزارع بكميه اكبر من المزارع في اندونيسيا. بعديها الهند، برضه المزارع
بتشارك بكمية أكبر حوالي 10 مليون طن. لكن هي دي الدول الأولى في إنتاج بالظبط الأسماك. ترتيب كده. نعم. بعد كده بتيجي فيتنام وأمريكا. فيتنام زي معظم العالم برضه بيشارك المزارع بكمية أكبر، حوالي 7 مليون الإجمالي، معظمهم من المزارع. أمريكا العكس، 6 أو 7 مليون برضه، بس معظمهم من المصايد، هي بس الوحيدة اللي مختلفة عن الباقي بحكم موقعها والمحيط. ما نيجي على مصر بقى، مصر الانتاج الاجمالي من المصادر المختلفه 2 وشويه مليون طن من المصادر المختلفه. طب ايه هي المصادر المختلفه؟ المصايد والمزارع. نعم. احنا برضو زي العالم كله المزارع عندنا بتشارك بكميه اكبر، حوالي 80% من 2 مليون. وبيجي بعد كده المصايد 20%. احنا بقى في الاستراتيجيه 2030 بنتكلم على عاوزين نرفع ال 20% بتوع المصايد دول ل 36%. وعاوزين نوصل بالانتاج اللي هو 2 مليون نوصل بيه ل 3 مليون 2030. ده طبقا للاستراتيجيه اللي شغاله، اللي بناء عليها اتحطت المشروعات القوميه، واللي بناء عليها احنا شغالين في المراحل المختلفة وفي المراحل النهائية دلوقتي من المشاريع القومية الموجودة. طيب يعني بحكم كلام حضرتك كده، ايه هي انواع الاسماك الموجودة في مصر والاكثر طلبا؟ توزيعها شكله ايه؟ ويعني طلبها ده محلي ولا تصديريا؟ ويعني ايه الادج بتاع مصر؟ ايه اللي بيميز السمك المصري؟ اجمالي المصادر، اجمالي الانتاج من المصادر المختلفة اللي هو 2 مليون، معظمهم حوالي 95% بلطي. اوكي. واخد بال حضرتك؟ يفضل بقى ال 5% دي اسماك لها سمعه طيبه جدا وليها اهميه اقتصاديه، اللي هي اسماك التصدير وخصوصا البحر اللي في البردويل وغيره وغيره وغيره. هنتطرق ليها بالتفصيل يا دكتور. بالظبط. طيب. اسماك اهميتها الاقتصاديه عاليه ومطلوبه دوليا وسمعتها طيبه محليا كمان، بس غاليه. لانها بتتكلف، الاسماك البحريه بتتكلف اكتر من 3 أضعاف من الاسماك المياه العذبه. طب همشي مع حضرتك كده واحده واحده وعشان نبين للمشاهد هذه التفاصيل، لكن عايزه اسال سؤال مهم قبل ما نتعمق في المزارع السمكيه والثروه السمكيه في مصر. لماذا اسماك المزارع لها عند العامه سمعه غير طيبه؟ انت حضرتك قلت سمعه، والسمعه يعني اشاعه. نعم. واخده بال حضرتك؟ ليه بيتقال ان سمك المزارع مش جاي في الكلام مع حضرتك؟ الميديا في فتره من الفترات شوهت صوره السمك البلطي بتاع المزارع بالذات، لكن سمك المزارع افضل بكتير من سمك اللي شغال في المياه المفتوحه او في المصايد العاديه البحيرات وكده. ليه؟ السمكه لو فتحت سمكه البلطي اللي هي بتاعت المزارع تلاقي بطنها ابيض. ليه؟ لانها بتاكل علف مصنع مخصوص لها. العلف يا دوبك حبيبات بتدي السمكه كل احتياجاتها بالكامل، حتى المخلفات بتبقى اقل. ليه؟ لان معدل الهضم عالي جدا في الاعلاف دي، والتكنولوجيا المصانع العلف عندنا تقدمت جدا جدا، وفي العالم تقدمت جدا جدا، وعندنا مصانع يعني ممتازه جدا بتديني اعلاف متخصصه وحتى اعلاف وظيفيه علاجيه. بمعنى؟ بمعنى يعني مثلا الحراره زادت على في مصر مثلا في شهر 8، فالسمك عندنا بيتعب في الحراره العاليه. ليه؟ لان ليه مدى حراري شغال فيه من 30 من 25 ل 30. لما تزيد عن 30 وتوصل ل 35 و40 السمك بيتعب جدا، لان عمليه التمثيل الغذائي بيحصل لها اختلال، واحتياج السمكه الاكسجين بيزيد، واساسا كمان مع الحراره العاليه الاكسجين في الميه بيقل. فمن ناحيتين بيحصل المشاكل. النهارده التغيرات المناخيه مأثره على كل حاجه بما فيهم عندنا في المزارع. فده بيتم التعاطي معاه بالاعلاف، عن طريق الاعلاف. الاعلاف مع تحكم صحي، يعني بيجي عندنا طبيب بيطري بيطلع وياخد عينات من السمك وعينات من الميه بصفه يعني اندر كنترول. السمكه بتاعت المزارع اندر كنترول غير السمكه اللي موجوده في المياه المفتوحه. نعم. في المياه المفتوحه. وزي ما بقول لحضرتك، انت لو فتحت السمكه بتاعت المزارع من جوه بطنها ابيض، الثانيه بطنها اسود. نعم. ده حقيقي. لانها بتاكل رميه، بتاكل الزنب البلطي، بياكل اي حاجه، طحالب و و و. لكن في عندنا في المزارع بنديله علف، يعني بيديله اللي هو عايزه بالظبط. حبايه فيها كل احتياجاتها. طبعا اذا الافضل حجمها تبع المراحل العمريه للسمكه في الميه عندنا، فطبعا واندر كنترول. لكن اللي بره مش اندر كنترول.
ده احنا القياس اللي بنحط فيها السمك بنقول انها مزارع. ليه؟ لانها عشان مع الوقت الناس تعرف ان بتاع المزارع ده افضل بكتير من اللي بره، وكل اللي في السوق مزارع. انا زي ما قلت لحضرتك 1,600,000 من المزارع و400,000 بس من المصايد عشان نجيب ال 2 مليون يعني. طيب لو انتقلنا لجزئية أخرى، وهي حاجة ذكرت في معرض كلام حضرتك الحديث عن تكنولوجيا الأعلاف، أين نحن من هذه الصناعة المغذية لقطاع هام؟ إحنا بنأمل في نصل ل يعني مبتغى كبير ب 2030. إيه اللي بيحصل؟ كيف نحصل على الأعلاف؟ وهل هي تصنع محليا ولا هي بيتم استيرادها؟ مركز البحوث بيقدم إيه في هذا الصدد؟ إحنا المصانع الأعلاف أزيد من 40 مصنع، وكلهم فيهم حداثة وتكنولوجيا حديثة جدا وتكاليفهم عالية جدا. بيعملوا حبيبات طافية، والحبيبة فيها كل الاحتياجات السمكية ومتجانسة ومناسبة جدا للأسماك، واحجامها احجام الحبيبات دي ماشيه مع المراحل العمريه للسمكه. احنا عندنا مشكله في تكاليف الاعلاف. نعم. ازاي؟ احنا دايما حتى المزارع البسيط بيقول لي يا دكتور بكير انا بحسبها ازاي؟ بحسب تلتين التكاليف اعلاف. نعم. والتلت بقيه الحاجات اللي هي الزريعه والارض. نعم. والتجاري والعماله و ده ليه؟ بحكم تغير الوضع الجيوسياسي العالمي ولا لا؟ هي ده اساس ده العمليه التصنيعيه، اساسيات التكلفه بتاعت. نعم. المزرعه، التكلفه الرننج كوست اللي هي تكلفه. نعم. التشغيل. فبيحسبها تلتين اعلاف وتلت بقيه الحاجات اللي هي الزريعه و الاعلاف مشكلتها عندنا في مصر هنا مكوناتها بنستوردها من بره، لان الصويا والذره وكل الكلام ده كنا بنستورده من بره بكميات كبيره، لان انتاجنا منه محتاج مراجعه يعني قليل في مصر، فبنستورد الباقي. فكل المصانع كانت عامله مخازن لموضوع الاعلاف الخام، تستورد سنه بسنه كميات. دلوقتي الحاجات دي بقت غاليه جدا عالميا. مفيش تكامل ما بين القطاعات في وزاره الزراعه؟ يعني في مشاريع لزرع فول الصويا بدأت، بس محتاج وقت ومحتاج مساحات ميه، ومحتاج عندنا محدوديه ميه برضه. نعم. محتاج مساحات الميه حاجات، لان طبعا كميات كبيره جدا بتتزرع في المصانع. احتياجاتنا من الاعلاف كميات ضخمه، كنا بنجيبها من السوق العالمي رخيصه. منين؟ من روسيا ومن اوكرانيا بالذات. روسيا واوكرانيا تقريبا كانت بتطلع ثلث الانتاج العالمي من الحاجات دي، ورخيص عن البورصه العالميه. فالنهارده في مشاكل جامده جدا على مستوى العالم بالنسبه لل بس في اجتماع بريكس النهارده وهيحل كثير من هذه المشاكل. يمكن نحصل عليها بعيدا عن الدولار. هنتوقف عند هذا التقرير ونتابع الحوار من بعده. يحظى ملف الثروة السمكية باهتمام كبير من القيادة السياسية، وإيمانا منها بأهمية هذا القطاع، وضعت الدولة المصرية رؤية استراتيجية متكاملة لتنمية الثروة السمكية وتطوير البحيرات على مستوى الجمهورية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك بالأسواق وتوفر المزيد من فرص العمل للشباب. تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتبني خطة طموحة بتوجيهات القيادة السياسية من أجل النهوض بالثروة السمكية، حيث قامت بتطهير عدة بحيرات من أهمها بحيرة غليون وبحيرة الفيروز وقناة السويس. التطويرات التي قامت بها وزارة الزراعة في قطاع الثروة السمكية ساهم بشكل كبير في جذب الاستثمار الداخلي والاستثمارات الخارجية أيضا، حيث قامت عديد من الشركات بالاستثمار في قطاع الثروة السمكية، وهذا ساهم بشكل كبير في زيادة الانتاج الداخلي وأيضا تقليل الفجوة الاستيرادية، وهذا وفر بشكل كبير العملة الصعبة، وهذا يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد القومي.
وقامت الدولة بإطلاق مبادرة بر أمان الذي استفاد منها 42 ألف صياد، وهذا دعم بشكل كبير القطاع الأسماك. تستهدف استراتيجية الدولة إلى النهوض بهذا القطاع ليبلغ إجمالي الإنتاج السنوي من الأسماك مليوني طن بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 85%، فضلا عن تصدر مصر للمركز الأول إفريقيا والسادس عالميا في الاستزراع السمكي مع دخول كل المشروعات القومية الإنتاج بكل طاقتها. الجهود التي تقوم بها الدولة طبعا إقامة منظومة متكاملة بدأت معالج العيوب والثغرات اللي كانت موجودة قبل كده، اللي منها توفير قروض ميسرة للمزارعين، تطوير الأسطول البحري، إنشاء مزارع سمكية بتكنولوجيات حديثة ما كانتش موجودة قبل كده، توفير الأرض الخصبة للمستثمر الأجنبي إنه هو يجي في استثماراته. طبعا الاستراتيجية دي عشان نوفر 2 مليون طن سنويا اللي وضعتها الدولة في عشان خاطر توفير الانتاج السمكي، هي ضمن منظومة متكاملة لتوفير الانتاج البروتيني زي ما شفنا في مشروع البتلو، زي ما شفنا في موضوع الانتاج الداجني، وجدنا فعلا في طفرات بتتحقق في هذا الشأن. في الدولة دلوقتي أصبحت بتهتم جدا، طهرت هذه البحيرات وتوسعت فيها وأزالت التعديات، وده أعطى فرصة كبيرة جدا إن إحنا نستزرع الاستزراع السمكي بشكل أكبر لتحقيق الاكتفاء المتكامل للشعب المصري كله. إذن هو مخطط شامل للدولة من أجل تحقيق الأمن الغذائي والوصول للاكتفاء الذاتي من الأسماك وتحقيق فائض للتصدير بما يدعم الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ العديد من المزارع السمكية وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتعزيز منظومة الثروة السمكية وتعظيم الإنتاجية وسد الفجوة الغذائية وتوفير أسماك بأسعار مناسبة للمواطنين. مرحب بكم مجددا وبضيفي الأستاذ الدكتور محمد نجيب بكير، أستاذ الاستزراع السمكي بمركز البحوث الزراعية. وكنا نتحدث قبل التقرير عن الأعلاف اللي بتمثل أكثر من 70% من عملية الاستزراع، تكاليف الاستزراع، من التكاليف. ليه يا دكتور مش قادرين، ليه معتمدين على الاستيراد والصويا؟ ليه مش بنشغل مخلفات المحاصيل زي مخلفات القمح والذرة وغيره؟ الحقيقة اشتغلنا أبحاث كتير جدا على المخلفات الزراعية عشان ننتج بدائل، بس تطلع الحقيقة الرئيسية والأساس كله في إن مصانع الأعلاف بتطلع أعلاف متخصصة وبترمي معدل لحوم أكتر من أي حاجة تانية. يعني بتوصل كل ما ندي 1.5 كيلو علف يدينا 1 كيلو لحم، وبقينا أقل كمان من 1.5 كيلو علف. نعم. لكن مشكلتنا الرئيسية ان مكونات الاعلاف او الانجريدينتس بتاعت العريقة نفسها كلها تقريبا 70-80% بنجيبها من بره، الخامات المحلية ما كانتش بتسد الكلام ده، لان كنا في الاول من قبل ما يحصل المشاكل بتاعت كورونا والحرب العالمية والحاجات دي كلها، كانت الحاجات دي رخيصة في الخارج، بنستوردها رخيص وبالذات من اوكرانيا ومن روسيا. دلوقتي الدنيا بقت في تضخم، وحتى وسائل الامداد نعم، سلاسل الامداد والنقل وغيرها نعم بقت في مشاكل فيها، فبقتنا حصل مشكلة. كنا بناخد الكيلو ب3 جنيه، النهارده الكيلو ب33 جنيه. في بعض المصانع بتبيع ب28 بس المصانع كبير الموثوق فيها بتوصل لخط المزرعة تقريبا ب33 ألف جنيه الطن بعد النقل. وبعد طبعا تكلفة عالية جدا، كيلو بيتكلف على المزارع 50-60 جنيه، وهو بيبيع ب50-60 جنيه، بس تبقى الشطارة استمرار العملية. نعم، والكمية، المزارع الشاطر بقى هو اللي بيحاول يوصل الكيلو اللي بيبيعه في 5 جنيه زيادة بتاع على أساس تطلع له حاجة فيها. طيب بالحديث بقى عن الأنواع اللي بيتم استزراعها والمزارع نفسها، قبل الهواء حضرتك ذكرت ان هناك فرق في دورة الحياة بين المياه العذبة والمياه المالحة. ادينا فكرة كده عن هذه العملية والانواع اللي موجودة اللي بنستزرعها واللي بنصدرها. تمام. الاستراتيجية بتاعت مصر اللي هي 2030 اول بند فيها
بالنسبه للكاتيجوري بتاع السمك، لان الاستراتيجيه كلها بتتكلم انتاج نباتي وانتاج حيواني. نعم نعم. لكن بتيجي الاستراتيجيه بتاع السمك اول بند فيها بيتكلم على الاستزراع البحري. ليه؟ نعم. لان احنا وصلنا لمراحل كبيره قوي ولينا تجربه ممتازه وناجحه في الاستزراع في المياه العذبه. تقدمنا جدا في الاستزراع في المياه العذبه زي ما حضرتك ذكرت في التقرير، احنا وصلنا للسادس على مستوى العالم والاول افريقيا ودوليا. ده في المياه العذبه افريقيا والوطن العربي احنا الاول في العذبه، المياه العذبه في المياه العذبه، والثالث في انتاج البلطي بعد الصين واندونيسيا. دي حاجه كبيره قوي طبعا، واخده بال حضرتك؟ فاحنا نجحنا في الاستزراع في المياه العذبه، وكان الاساس النجاح ده في الاول في الثمانينات البعثات اللي الخارج، المنح والبعثات اللي بعتناها امريكا واوروبا بايطاليا بالذات، وبعتنا المجر وبعتنا روسيا، كل الناس اللي جت هم اللي بيقودوا انتاج السمك دلوقتي في مصر. كلهم ابناء هيئه الثروه السمكيه والمعاهد الاخرى، رجعوا ماسكين مزارع خاصه ملك بتاعتهم او بيشرفوا عليها، هم اللي بيقودوا الانتاج اللي هو وصل ل 2 مليون. احنا كنا بننتج في الثمانينات 200 الف وكان معظمهم مصايب. النهارده عندنا 2 مليون في سنه 23، 2 مليون معظمهم مزارع، 20% مصايد و80% مزارع، ففي فرق كبير بين ال. طب فيما يتعلق بالبحري احنا البحري ده تحدي بالنسبه لنا عشان كده مركزين فيه. العلف بتاع البحر بتاع السمك البلطي اللي هو ست بياخد 6 اشهر بس تربيه 33000 زي ما ذكرت او 28، في مصانع بتطلع 28 وفي البحري بقى ثلاث اضعاف الرقم ده، ثلاث اضعاف الرقم بتاع التكلفه، التكلفه وليست النتيجه. التربيه المده كمان، مده التربيه بياخد سنتين او مش اقل من سنه ونص، بس هو سنتين. انا بصبع سنه والسنه الثانيه بطلع حبتين في الكيلو البوري مثلا. نعم. او غيره او غيره. السمك البحري كله السمك البحري تكلفته عاليه في العليقه وفي التربيه، وبيحتاج تحكم، يعني بيقول عليه البوند مانجمنت بتاعه، لازم القائم عليه يكون فاهم كويس جدا في الشغل ده، مش زي البلطي. فهو بيمثل تحدي، تحدي. بس احنا دلوقتي اول بند زي ما قلت حضرتك في الاستراتيجيه بيقول لك ايه، الاستزراع البحري هو الحل والامل في مضاعفه الانتاج السمكي في مصر، يتضاعف في فتره قصيره جدا. هو الاستزراع البحري اللي احنا شغالين فيه دلوقتي، عشان كده كل المشاريع، لا مؤاخذه، كل المشاريع شغاله دلوقتي القوميه استزراع بحري. قناه السويس، غليون، غليون فيها الاثنين، فيها بحري وفيها ميه عذبه وفيها ميه شروب كمان. الفيروز، مزرعه الفيروز. ايه مميزات الاسماك البحريه؟ هل نوعيتها ولا ليها سمعه طيبه جدا محليا وعالميا؟ طبعا غاليه زي ما قلت عشان التكاليف غاليه. التصدير بتتصدر، وطبعا ما بتتصدر فبتبقى مجزيه جدا. فمعظم المشاريع البحريه اللي شغاله هدفها الرئيسي تصدير. حتى الاقفاص الجديده ال 21 موقع للاقفاص اللي لسه هتطرح في هيئه الاستثمار كلها بحريه، كلها اسماك بحريه، وهالهدف الرئيسي منها تصدير. اللي هينزل محلي حاجه بسيطه عشان هتبقى اسعارها كبيره. ده هيبقى في البحر، ده القفص بيتكلف تقريبا 2 مليون جنيه. نعم. وحوالي 400 قفص الوحده الانتاجيه. بس هل هو جاذب للاستثمار؟ يعني هل المردود بتاعه يعني كبير، يعني مشجع؟ في مستثمرين مصريين عندهم ماليه عاليه يقدروا يجيبوا الموقع ده. الموقع ده زي ما قلت لحضرتك 21 موقع. هل في تسهيلات حكوميه يا دكتور؟ في، هو في اشتراطات وضوابط وفي تسهيلات طبعا. ليه؟ لان اللي هياخد الموقع ده مش واحد عادي. ده يا اما مستثمر خليجي، يا اما مستثمر اجنبي، يا اما مستثمر مصري. زي في الانتاج النباتي. نعم. عندنا دلوقتي في الصوب في هولنديين واخدين صوب وبيطلعوا خضار وبيصدروا لاوروبا. إذا هو يحتاج لاستثمارات عالية لكنه في النهاية مربوطه مردوده. 21 موقع بحري للأوف كيجز اللي هو الأوف فيش فارمرز، المزارع البحرية. نعم. ال 21 موقع دول 12 في البحر المتوسط وتسعة في البحر الأحمر، وهيطروا عن طريق هيئة الاستثمار. دول زي ما قلت لحضرتك 2 كيلو أو الوحدة الإنتاجية حوالي 400 قفص، ولهم على الشاطئ مناطق اللوجستية بتاعتهم للخدمات بتاعتهم، يعني الشاطئ فيه خدمات للأفاصيل اللي موجودة جوه. وأسعارها وطبعا تكاليفهم عالية جدا، بس في التصدير بيبقى المؤشرات الاقتصادية بتاعتهم بتاع الجدوى. ايه الأنواع اللي احنا حاطين في كل الأسماك البحرية تزرع في زي ايه؟ زي الأروس
وغيره 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 وغيره. الدنيس طبعا اساسي. ايه الانواع اللي مصر مميزه بيها؟ احنا عندنا المفرخات دلوقتي اللي بدا ننتشر في المفرخات البحريه اللي في كيلو 21 طورناه، وفي في الجميل منطقه الجميل في بورسعيد مفرخ ثاني، وفي مفرخات قطاع خاص. الاثنين دول تبع الجهاز اللي انا قلتهم الاولانيين. الباقي دي قطاع خاص كتير موجودين، مش كتير. طب يعني احنا البروسيس او العمليه بتمشي ازاي؟ يعني العلف، الزريعه، ازاي بيتم اختيار الزريعه؟ ازاي يعني المنظومه بتمشي ازاي دكتور؟ نبسطها للمشاهد. في مفرخات مية عذبه اللي هي البلطي، بنجيب يعني بنختار هذه في قطيع للامهات، بنجدده 25% كل سنه. ما بقاش هو ال 100 سنه. بنستوردهم ولا انتاج محلي؟ بناخدهم من المصادر الطبيعيه من صفات معينه، والام بتبقى غاليه جدا عن السمكه. يعني السمكه مثلا الام توصل ل 200 جنيه و200 جنيه وحاجات كده. وبيحصل لها، بنعمل لها تجديد للقطيع 25% 30% كل سنه. القطيع للامهات ده ذكور واناث، في حاجه اسمها مفرخ هاتشري، بنفرقهم وبنطلع كميات من البيض بتاعهم ونحط عليه الماني ونفرخه ويطلع هاموش صغير كده يرقات. بتستنى لما تكبر شويه تبقى بوست لارفي، يعني ما بعد اليرقه. نبدا بقى نغذيهم، وبعدين تبقى زريعه، وبعدين تبقى اصبعيات. بعد الاصبعيات نبدا ننقلهم لاحواض التربيه. المراحل الاولانيه دي اسمها تحضين. نعم. بعد كده ننقلهم للتربيه. التربيه بياخد 5-6 اشهر البلطي. نعم. لكن لو اسماك بحريه، لو اسماك بحريه ليها نظم تانية قوي كتير، ومحتاجه تحكم ومحتاجه علم فيها. يعني الراجل اللي شغال لازم يكون راجل علمي وفاهم واكاديمي وتطبيقي. يعني نعم. عشان بنعمل ازاي يعني انا عايزه في الاخر نتطرق للكوادر والعاملين طبعًا في هذا طبعًا طبعًا. لكن ده انا عايزه بس بعد ما يعني نتناول كافه الجوانب. برضو ده ياخدني لجزئيه تانية، وتطهير البحيرات الذي تم مؤخرا، الى اي مدى استفادت منه مشروعات الاستزراع والثروه السمكيه في مصر؟ وعايزه كده امشي على البحيرات واحده واحده، ايهما عذب وايهما مالح؟ تمام. واستفاد بنستفاد ازاي؟ تمام. طب انا بستاذن حضرتك، في معانا تقرير وهنكمل هذه الجزئيه بعد التقرير فورا. تطوير البحيرات المصرية هو أحد المشروعات القومية التي تكمل مسيرة التنمية الاقتصادية بوصفها ثروة قومية على المستوى المائي والإنتاج السمكي وتحقيق التوازن البيئي. فمصر تمتلك 14 بحيرة، وتبذل الدولة جهودا حثيثة واهتماما كبيرا من أجل تطوير تلك البحيرات وتعظيم الثروة السمكية. فالمشروع القومي لتطوير البحيرات والذي أطلقته القيادة السياسية أتى بثماره، حيث أصبحت مصر هي الأولى إفريقيا في إنتاج الأسماك من الاستزراع السمكي، والثالثة في إنتاج السمك البلطي على مستوى العالم. كانت إشارة البدء للمشروع القومي لتطوير البحيرات الطبيعية قد أطلقت في مايو من عام 2017 بتكلفة تبلغ 100 مليار جنيه. ويهدف المشروع لتطهير البحيرات وإزالة التعديات لتنمية البحيرات الشمالية وزيادة إنتاج مصر من الأسماك. وبالفعل بدأت مشروعات التطوير الشاملة والمتكاملة التي تشهدها البحيرات المصرية تؤتي ثمارها، حيث تخلصت هذه البحيرات من مئات التعديات ومصادر التلوث، فضلا عن رفع منسوب المياه طوال أيام السنة وإزالة الرواسب القاعية والحشائش وعودة الأسماك المهاجرة. وما زالت الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة تعمل على إعادة البحيرات لسابق عهدها وعصرها الذهبي في إطار مشروعات ومخططات تنموية مستمرة تهدف لزيادة الإنتاج السمكي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، فضلا عن توفير فرص العمل لآلاف الصيادين. فتطوير البحيرات المصرية لم يسترد لها عافيتها ومجدها فحسب، بل أصبح أحد المشروعات القومية التي تكمل مسيرة التنمية الاقتصادية بوصفها ثروة قومية على المستوى المائي والإنتاج السمكي وتحقيق التوازن البيئي.
برحب بكم من جديد وبضيفي العزيز الأستاذ الدكتور محمد نجيب بكير، أستاذ الاستزراع السمكي بمركز البحوث الزراعية. كنا نتحدث قبل التقرير عن البحيرات، هاخد من التقرير وأقول إن هي استردت عافيتها. كيف كان الوضع فيما قبل وأين نحن الآن وأهميتها؟ زي ما قلت لحضرتك، احنا ننطلق من النقطة دي من خلال الاستراتيجية. الاستراتيجية 2030 كانت بتتكلم على الاستزراع البحري. بدأت الدولة تعمل مشاريع قومية في نفس الاتجاه ده، بتزق في نفس الاتجاه ده اللي هو الاستزراع البحري. أول حاجة كان المشروع القومي لتنمية البحيرات أو تطوير البحيرات. حالها كان إيه؟ ليه بنطورها؟ ما هقول لحضرتك. البحيرات الشمالية مثلا، احنا عندنا 9 بحيرات أساسية. واخد بالك؟ البحيرات الشمالية الخمسة اللي فوق دول كانوا أغنى بحيرات في العالم في الخمسينات، في الثلاثينات والاربعينات اللي فاتوا. اغنى بحيرات في العالم من ناحيه النوعيه ومن ناحيه الانتاج ومن ناحيه الجوده ومن ناحيه كل حاجه. طلع اسماك صحيه وجوده عاليه جدا، وكانت مطلوبه عالميا ومطلوبه محليا، وكانت رخيصه جدا، وكان انتاج وفير واكبر، والمساحات كانت كبيره. يعني مثلا بحيره المنزله ديت كانت 750 الف فدان. النهارده كان قبل التطوير كانت 180. شوف 180. نعم. تاكل بتغير البيئه ولا جور من مننا. حصل تعديات على البحيرات كلها ما عدا طبعا البحيرات المحوريه، يعني البردويه ما حصلش عليها تعديات على اساس ما عليهاش مش لهذا الحد يا دكتور. حصل وصلت من 750 ل 180 الف فدان قبل التطوير. واخده بال حضرتك ليه؟ كانت المحليات للاسف الشديد المحليات كانت بتعمل بتجفف البحيرات دي اجزاء منها لصالح التوسع الامراني. وكان في مشاكل بين هيئه الثروه السمكيه والمحليات، المحليات دايما كان بتنازع هيئه الثروه السمكيه على الجزئيه بتاعتها. لكن دلوقتي بنحاول نعود لما لسابق عهد. المشروع القومي وصلنا لقد ايه دلوقتي؟ المشروع من ال 150. هقول لحضرتك المشروع القومي لتنميه البحيرات مشروع رائد، وصلنا فيه لمراحل كبيره جدا، فاضل حاجات بسيطه فيه. يعني طبعا البردويل بحيره ضخمه 160 الف فدان حصل لها تطوير. البواغيز في 4 بواغيز حصل لهم تطهير وتعميق وتكرير، والتكرير حتى تكريك عملوه بره البحيره في امتدادات خارج. بمعنى ايه تكريك يا دكتور؟ تكريك في كراكات بتيجي بتشيل، حصل اطمال البواغيز دي فتحات بتدخل ميه البحر للبحيره. فبتغذي البحيره بميه البحر بالسمك بتزريها طبعا. حصل لها مع الوقت مع عدم فتح اطماء من الرمل. نعم نعم. فالحاجات دي كلها اتشالت واتفتحت الاربع بواغيز، واتعمل خرائط قاعيه عشان يتعمل خطوط اشعاعيه في داخل البحيره بحيث الميه تخش تنتشر داخل البحيره. البحيره عمقها حوالي المتوسط بتاعها حوالي 3 متر. البحيره مع البحر بالمواجهه حوالي 90 كيلو او 100 كيلو مع البحر. نعم. في 4 بواغيز بالداخل. نعم. وبعدين في بالعمق ده البحيره حوالي 22 كيلو 22 25 كيلو داخل، فمساحه كبيره جدا. وبعدين فيها ميزه البحيره، يعني ليها سمعه عالميه. البحيره البردويل السمك بتاعها له سمعه عالميه، وكانوا معاهم تصريح للتصدير لاوروبا. البحيره الوحيده. وبعدين البحيره زيرو تلوث عشان ما حولهاش سكان. بحيره فاضيه غير وما زلنا محافظين على السبيسز اللي فيها، على الكائنات. وحصل لها تطوير، تعمل لها لوجستيات ومصانع ثلج وخدمات للاستمدادات والمراكب والصناعيه. نعم. حاجات كتير جدا. وزي ما حضرتك حصلها تكريك بامتدادات البحر وامتداد داخل البحيره، وفيها كمية كبيرة جدا من الصيادين. وكان انتاجها ايه؟ كان انتاجها 3.5-4. النهارده ايه الانواع يا دكتور؟ كل عندها دنيس واروس وموسى وكابوريا و نعم. كلها يعني انواع غالية جدا. نعم. الاسماك وبعدين بالذات البردويل. يعني سمك البردويل واخد سمعة عالمية وسمعة محلية كمان. مش يعني انا اذا كنت بجيب البوري ب 10 مثلا، يعني هتلاقيه يجي بتاع البردويل ب 15 كده يعني. يعني معنا على الهاتف ايضا الدكتور احمد هارون مدير مركز الدراسات والبحوث الاقتصاديه، بنرحب بحضرتك.
اهلا وسهلا بيك يا فندم. معي ايضا هنا في الاستوديو في الحوار الاستاذ الدكتور محمد نجيب بكير، استاذ الاستزراع السمكي بمركز البحوث الزراعيه، وكنا نتحدث عن تطوير البحيرات، اهميتها، اين كانت والمستهدف لها ايه دلوقتي بعد التطوير. نعم، طبعا الدوله بتنظر الى ملف البروتين بصفه عامه كنظره شاملة وكلية، بمعنى أن يتم النظر إلى اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والثروة السمكية، الثلاثة كباكج واحد بتقدم إلى الشعب المصري بروتين. منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة بتضع معايير لمعدل استهلاك الفرد من البروتين في اليوم حوالي 32 جرام. الحقيقة أن المواطن المصري بيحصل على يعني 15 جرام من البروتين معدل في اليوم. وبالتالي الدولة بتسير في اتجاهات الثلاثة، اللحوم الحمراء وتنمية الثروة الحيوانية ثم الثروة الداجنة ثم الثروة السمكية. الإهمال ضرب هذه البحيرات لفترة طويلة، والدكتور محمد بكير عارف كده كويس، وكان بعض البحيرات بيتم يعني صرف أو إهمال أو صيد جائر، مما أدى إلى انخفاض إنتاجيتها بصورة واضحة. كمان الدكتور طبعا باعتبار رجل خبير في هذا التخصص يعلم أن البحر الأحمر والبحر المتوسط يعني فقير في إلى حد ما في الثروة السمكية، لذلك كان الصيادين بيذهبوا إلى المياه الدولية أو يذهبوا إلى الصومال والمحيط الهندي. وبالتالي جاء فكرة الدولة الاهتمام مرة ثانية بالبحيرات لإعادة تفعيلها ومساهمتها. نحن لدينا يعني اكتفاء ذاتي في اللحوم الحمراء حوالي 78%، في اللحوم البيضاء بيصل إلى 85%، في الثروة السمكية حوالي 80%. إذن هناك عجز في الثلاثة إلى حد ما في حدود 20%، وهذا ما دفع الدولة أن تهتم بشدة بالثلاث عوامل. طب أهمية البحيرات إيه؟ لماذا كل هذا الاهتمام بالبحيرات يا دكتور؟ شوفي انا اقول لك على معلومه مهمه جدا، اكيد الدكتور طبعا هيشير اليها. نحن كمجتمع مصري تقريبا يعني المزارع السمكيه بتمثل 80% من استهلاكنا، 80% من استهلاكنا من الاسماك من المزارع السمكيه. وكل ما كان يساهم به البحر الاحمر والبحر المتوسط وحتى البحيرات كان لا يزيد عن 20%. فارادت الدوله ان دي حاجه تحت ايدينا ويمكن الاهتمام بها، ويمكن ان نساهم بقدر كبير جدا في زيادة الثروة السمكية. احنا النهاردة بننتج حوالي 1.8 مليون طن، وبنستورد فقط حوالي يعني 300,000 طن. فالاهتمام بهذه البحيرات وإعادة تفعيلها مرة ثانية وزيادة الثروة السمكية فيها، انا اعتقد سوف تساهم بقدر كبير وجيد في زيادة كمية المعروض من الأسماك وتخفيض أسعاره. لان احد المشكلات على الاقل في الفترة الأخيرة هو حدوث هذا التضخم في الأسعار، سواء في اللحوم الحمراء او في الدجاج او في الاسماك، لانها زادت تقريبا يعني 3 أضعاف، مما اثر سلبا على المستهلك المصري بتخفيض معدلات. ده يمكن في التكامل مع قطاعات الوزاره، وزاره الزراعه الاخرى، ويعني التعاون في زراعه ما ينفع في صناعه الاعلاف. يعني ده ذكرناه، يعني كيف ترى ذلك؟ انا اعتقد ان موضوع يعني ملف الاعلاف، يعني كانت حدثت هناك ازمه كبيره في الإفراج عن بعض الأعلاف، لكن أنا أعتقد أن النهاردة أو بكرة أو بعده لابد أن نعتمد على أنفسنا في صناعة الأعلاف، كل أنواع الأعلاف، سواء الأعلاف للثروة الحيوانية أو الداجنة أو السمكية، حتى لا نقع في هذا الفخ مرة ثانية. لأن زي ما قلت لحضرتك الشعب المصري دلوقتي قلل معدل استهلاكه بنسبة 25% في اللحوم، وزاد استهلاكه للبقوليات 11%. فطبعا الدولة منتبهة، كل الأرقام اللي أنا قلتها لحضرتك دي هي أرقام رسمية يتم الإعلان والإقصاء عنها في المصادر الحكومية. طيب بحكم وجود حضرتك في مركز الدراسات والبحوث، إيه يعني الحاجات اللي نقدر نستفاد بيها ونصدرها، مش بس الثروة السمكية كثروة سمكية، لكن هل بإمكاننا في مصر مثلا تصدير الأمهات ويبقى سعرها أعلى، تصدير أنواع يعني تفريخات لأنواع متميزة، يعني
يعني ايه اللي نقدر نقدمه غير يعني تصدير الاسماك كاسماك فقط كتكنولوجيا؟ هل لدينا تكنولوجيا وحاجات مميزه نقدر نصدرها؟ شوفي، هو يعني نحن نصدر مساحه من الاسماك، انواع معينه من الاسماك هي اللي بيتم تصديرها، وكنا في وقت قريب ايضا بنصدر الدجاج. لكن الموضوع يعني انا اعتقد ان صاحب القرار مهتم جدا ليس بفكره التصدير بقدر فكره احداث اكتفاء ذاتي وضبط الاسعار حتى يحدث هناك يعني نوع من الارتياح لدى الاسر. يعني الهدفين على ذات القدر من الاهميه. بشكر الأستاذ دكتور أحمد هارون مدير مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لحضرتك. وعودة لضيفي الكريم في الاستوديو دكتور محمد نجيب بكير، أستاذ الاستزراع السمكي بمركز البحوث الزراعية. كنا بنستكمل الحديث عن البحيرات. الحقيقة حضرتك ذكرت ان في 9 اساسيين، ماذا عن الخمسة الباقيين؟ فعلا في خمسة إيه؟ انت حضرتك يعني عارفة في فعلا خمسة، بس الخمسة دول ايه؟ واحد سيوة، واحد سيوة انت عارفة حصل فيها تطوير جامد جدا في طبعا السنتين ثلاثة اللي فاتوا دول، كانت غرقت من 5-6 سنين غرقت عشان العشوائية في حفر الابيار، وما كانش في شبكة صرف كويسة. لا خلاص وزارة الري مع الهيئة الهندسية عملت شبكة ري وصرف ممتازة جدا، وقننوا وزارة الري قننت الأبيار، ما فيش حد يحفر بير إلا لازم بشروط وضوابط، فبقت الدنيا مظبوطة هناك. ودي كمان واحد سيوة سياحية، مزار سياحي مش حاجة، الناس بتيجي تعمل استرخاء مديتيشن في المنطقة دي. يعني يعني فكرة التنظيم ووضع استراتيجية هي اللي هتضبط كل حاجة في كل البحيرات يعني. وبعدين كمان مفيد توشكا، منخفض توشكا، اتنين من الخمسة اللي أنا بتكلم عليهم. وبعدين كانت في ملاحة بور فؤاد، دي بقت النهاردة اسمها مزرعة الفيروز. ملاحة بور فؤاد من ضمن التطوير اللي فيها عملوا جزء بحيرة للصيد الحر. فدي ثلاثة. وبعد كده بحيرات المرة، كنا احنا في التقسيم بتاع هيئة الثروة السمكية، البحيرات العظمى مع قناة السويس عملناها واحدة. لكن هي ايه عندنا بحيرة التمساح وكذا يعني واحد، ده كنز مش ثروة فقط. واخر واحدة ودي حاجة ممتازة ومعجزة، البحيرة المعجزة او نبع الحمراء. نبع الحمراء ملوحة بتاعتها زي البحر الميت كده، 7 مرات ملوحة البحر، بس ما فيش فيها سمك، فيها حاجة واحدة بالنسبة للسمك الارتيميا. وفيها بقى معجزة، فيها سيدنا عيسى لما عدى وهو طفل مع ستنا مريم، كان عايز يشرب من المياه، المياه مالحه جدا. ربنا سبحانه وتعالى وجد له بير مياه عذبه داخل المياه المالحه دي، والبير ده لغايه النهارده موجود. يعني عشان كده مسمينها المعجزه او نبع الحمراء، واخده بال حضرتك؟ فدي بحيره برضه بتحسب من ال 14 اللي انت ذكرتيهم الخمسه، بس احنا بنتكلم في الاساسيين. في المساحات الكبيره عندنا الخمسة الأولين اللي هم الشاملين اللي هم الهدف الرئيسي يعني الموضوع. وحضرتك يعني معلوماتك غزيرة، لكن الوقت لا يسعفنا، وكل ده لن يتم دونما الكوادر اللي الدكتور ذكرها وتحدث عنها سابقا، والاهتمام بالصيادين، وده برنامج وضعته الدولة مبادرة فعلا على وعد. بالضبط كده، على وعد ان احنا هنستكمل الحوار في حلقات قادمة. بشكر ضيفي في الاستوديو الأستاذ الدكتور محمد نجيب بكير، أستاذ الاستزراع السمكي بمركز البحوث الزراعية. شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا. بشكر فريق عمل ملفات، والشكر موصول لكل من تابعنا. شكرا لكم.